كأن المحبين للنبي وأهل بيته ألغوا كل ما يرتبط بالعوامل المؤثرة سلبا، ألغوها من حساباتهم. يعني عادة أنت لا تقوم بسفرة سياحية إلا إذا كنت مطمئنا أن الطريق آمن، وكنت مطمئنا أنك إذا ذهبت إلى هذه المدينة أو تلك فسوف تحصل على الراحة فيها، فلا تذهب إلى مكان شديد الحر في أيام القيظ ولا إلى مكان شديد البرد في أيام الشتاء. لكن زيارة الحسين تجري ويزداد عدد الزائرين مع قطع النظر عن الأجواء، عن الطقس، عن سلامة الطريق أو عدم سلامته. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الذي عبر عنه عابس ابن شبيب يوم عاشوراء حينما رأى أن القوم يحجمون عن مواجهته ومقاتلته، وهو الذي كان يستعجل الذهاب إلى الجنة، فألقى مغفره وألغى ترسه ورمى بهما على الأرض. قال له أحدهم: أجننت؟ قال: إي والله، إن حب الحسين قد أجنني. حب الحسين، سلام الله على الحسين، هو من حب رسول الله، وحب رسول الله من حب الله.